هذا الحديث هو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر غيبي قد تحقق الآن، أن المسجد الأقصى نعم المصلى هو، تعلقت قلوب العباد بحب المسجد الأقصى. في أي دولة ذهبت من دول المسلمين في أصقاع الأرض تجد أن موضوع الأقصى هو حاضر في قلوب المسلمين، بل محبة أهل الإيمان للمسجد الأقصى هي محبة إيمانية، محبة شرعية، ولهذا تعلقت قلوب العباد بحب المسجد الأقصى. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الأقصى سيكون بحوزة المسلمين كما بشر بفتحه في أحاديث أخرى في البخاري، ويقول ولا يشكن، يعني سيأتي زمان على الناس يتمنى المسلم أن يكون له فتحة صغيرة حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. وهذا دلالة تعلق القلوب بحب رؤية المسجد الأقصى وشد الرحال إلى المسجد الأقصى.